معنا من الرياض الدكتور محمد الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودية السابق. دكتور أهلا بك. يعني السعودية من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، ما هي مصلحته اقتصاديا لهذا التوجه الكبير للطاقة المتجددة والتي هي منافسة للطاقة الأحفورية أو الطاقة التقليدية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. الواقع ليس هنالك منافسة بالمعنى الدقيق، لأن الطاقة المتجددة تتركز استخداماتها في توليد الطاقة وتحلية المياه إلى آخره. صحيح أن بعض مصادر الطاقة المتجددة قد يستخدم في قطاع النقل، لكن قطاع النقل هو الأبرز بالنسبة للقطاع النفط أو استخدام أو استهلاك النفط. المملكة العربية السعودية بمبادرتها الخضراء، بالرغم من أنها طوعية وليست إلزامية على الدول النامية بما فيها المملكة العربية السعودية، إلا أنها أدبيا التزمت بها وذكرت بأنها ستصل إلى مستوى صفر انبعاثات بحلول عام 2060 كما ذكر سمو الأمير محمد بن سلمان. بطبيعة الحال في نفس الوقت إنتاج النفط سيستمر في ازدياد. ذكر رئيس أرامكو أمس بأن المملكة العربية السعودية ستزيد طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا ابتداء، يعني جهود الزيادة والاستثمار في الزيادة قد بدأت في الواقع. نعم. وستنتهي خلال عام 2024. فكل هذه بتبين الفضل. هناك تقديرات تشير إلى أن الدول المنتجة والمصدرة للنفط جميعها ستخسر نحو 13 تريليون دولار. هل هناك مخاوف في السعودية من أن تخسر مبالغ طائلة جراء عملية التحول هذا؟ هو التحول، لا ننسى أن الخطة أو الانيشيتيف، المبادرة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، تركز في جزء كبير منها على تشجير وتخضير المناطق المختلفة سواء في المملكة العربية السعودية أو في الشرق الأوسط. وهذه صحيح أنها ذات تكلفة، لكنها فوائدها كبيرة جدا بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للمملكة العربية السعودية. فهذا سيؤدي إلى امتصاص كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي تقلل أو تصل بالأهداف الصفرية من خلال هذا البديل. طيب ما هي الميزة أو الميزة التنافسية دكتورنا للاقتصاد السعودي تجاه الطاقة المتجددة بشكل عام؟ الميزة التنافسية أن المملكة العربية السعودية وجميع الدول المنطقة تتمتع بأن لديها الشمس لأكثر من 24 ساعة في اليوم، وهذه ميزة لابد أن تستفيد منها من خلال استخدام التقنية لتوليد الطاقة الشمسية، لتوليد طاقة الرياح، لتوليد الطاقات الجيوثيرمال، وكلها وتصبح المملكة العربية السعودية وربما دول الخليج الأخرى كلها الشقيقة تصبح مصدر للطاقة وليس فقط مصدر للنفط والغاز. ماذا عن البنى التحتية؟ ما هي الخطط؟ البنى التحتية بطبع عملية التشجير تحتاج إلى استعدادات كبيرة وإنفاق مالي كبير. أيضا بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة، في الواقع مصادر الطاقة المتجددة قد أدرجت في الرؤية 2030 قبل أن تتم مطالبة المملكة والدول الأخرى بالتوجه إلى الطاقة المتجددة. نحن نعرف أهمية الطاقة المتجددة، وذكرنا في كثير من المؤتمرات بأن المملكة العربية السعودية ستصبح مصدر للطاقة المتجددة كما هي مصدر للنفط والغاز. بالنسبة للإنفراستراكشر، للتجهيزات الأساسية ستكون تدريجياً متواجدة ويتم بنائها تدريجيا، وستصل المملكة إلى تحقيق الأهداف التي التزمت بها أدبيا، أقول أدبيا وليست إلزامية،
لأن الالتزامات على الدول النامية هي التزامات طوعية وليست إجبارية. الشكر الجزيل لك دكتور محمد الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودي السابق من الرياض.